اجتماع ويا بايدن. بايدن افهم رئيس وزراء العراقي انه سياستك انت فشل في السياسه هناك، فشل في الاقتصاد، فشل في الامن، وفشل في الخدمات. طيب واحنا امريكا الدعم اللي كان موجود بالسابق والتفضيل لن يكون موجود هذه المره. وبعدين الكلام اللي صار اللي وصلنا انه اكثر من هذا قاله، ما كان ناجح ابدا. طيب الاجتماع ويا اوباما تاجل لمده 3 ساعات ونص. من يروحون للاجتماع قالوا له شخص واحد يفوت وياك. فات علي الموسوي وياه. الاجتماع وقال له انه طول 17 دقيقه. بدا الاجتماع اوباما قال له انا اقول لك حسن علاقاتك بشركائك في الحكم. جواب رئيس الوزراء كان انا اقدر اساعدكم فيما يتعلق بسوريا وايران. كرر عليه اوباما اهتم بعلاقاتك مع شركائك. الاجتماع طول 17 دقيقه وانتهى، ما طلع ويا الباب ولا شيء، الباب الغرفه. هاي التعويضه اللي قالها اوباما، هذا الكلام اربط لياها. دقيقه اوقف، خلي اكمل لك اللي صار بعدين. راح قال اريد اسافر الان، ما اكو اجتماع ويا العراقيين، لغوه، اريد اسافر. راحوا بالفندق قالوا له ادفع القائمه. الحساب قالوا يعني مو له شخصيا، المحيطين به انه ضيوف البيت الابيض، قال ما حد بلغنا، دفعوا الفندق طلعوا.